احنا الحقيقة بنشتغل، بنحضر طبعا مؤتمرات الشباب تقريبا من اول منتدى شباب العالم، ثم بعد ان تبلورت فكرة التنسيقية اصبحنا بنحضر المؤتمرات، وكان اول ظهور لينا امام السيد الرئيس في مؤتمر المسا بعد تولي السيد الرئيس الفترة الرئاسية الجديدة. في المؤتمر ده وجه السيد الرئيس بضرورة تنمية الحياة السياسية، والحقيقة انه احنا من بعدها بنشارك في كل المؤتمرات بأوراق عمل، بالظهور أمام السيد الرئيس في الجلسات الرئيسية، بالمشاركة في كل ورش العمل تقريبا اللي بتكون في مؤتمر الشباب الوطني، سواء الوطني أو سواء منتدى سيدة شباب شيماء، العالم. يمكن نتابع الآن وصول السيد الرئيس لمقر انعقاد الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الشباب السابع على الهواء مباشرة، ونواصل معك سيدة شيماء، تفضل. فطبعا كانت فرصة مهمة لينا جدا ان احنا نبقى بنتواجد وبننقل وجهة النظر السياسية للشباب، وجهة نظر الأحزاب مباشرة امام السيد الرئيس.